في الوقت الذي اختارت بعض الأحزاب الكشف عن برامجها والترويج لها وسط القاعات والمكبرات الصوتية، فضل الآخر تنشيطها وسط التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية، ففي كل منطقة تتجلى العادات والتقاليد التي يصعب التخلي عنها. فتراث الحملة الانتخابية لدى سكان بلدية رأس الماء تمثل في تنشيط تجمعات شعبية داخل إحدى بيوت سكان المنطقة، والتي يجتمع فيها كبار المنطقة والمثقفين لتبادل الأفكار والاستماع إلى مرشحهم. احنا جارت العادة هنا في رأس الماء أن الحملة الانتخابية تندر جوارية، بغض النظر على المناطق الحضارية كالمدن اللي تندر فيها الحملة الانتخابية في القاعات وفي احنا تقام بما يسمى الولائم، إطعام الطعام، ونعرض الجيران ونعرض الإخوة والأحباب والمواطنين من أجل لم الشمل ومن أجل ثاني إرساء التقاليد نتاع البلاد، ونصحح المفاهيم من خلال الاستماع للسادات الكبار نتاعنا والمشايخ نتاعنا واخوتنا والطلبة والمثقفين. فلا تزال بعض الأحزاب السياسية توظف وسيلة الزرد والعرضات، أي ولائم الإطعام الجماعي الظرفية، لتسويق برنامجها الانتخابي أو مرشحها أثناء فترة الدعاية الانتخابية لاستمالة الناخبين. نديروا هذه الصدقة إن شاء الله ونجمعوا عليها. سمعت؟ والله ينصر الشباب ربي لهذا المترشحين، الله يجيبهم الثواب ويخدموا البلاد ويخدموا العباد. الحملة الانتخابية أنا نقدر نشوفها إلا في القاعات، اليوم أنا شدها في البيوت، الطعام، الضحك، الكبار، الصغار، الشيوخة مجمعين ويتصمتوا في البرنامج. التجمع تاع اليوم تجمع فيها تراث، فيه تقاليد تاع جدود تاعنا، باش تقعد هذا التراث للأجيال لها جاية من بعدنا. هي عادات ورثها سكان المنطقة عن أجدادهم ولا زالوا يحافظون عليها، حيث تختتم هذه الولائم بقراءة الفاتحة والدعاء للمرشح بالفوز في الانتخابات.